سلامي للحبيب وبهجة نوايا، سلامه يا العطور والوان وزهار، سلامه يا الغروب ورجعة طيار. على خلقه السلام، على ولي أمرنا ونعمتنا السلام، على مهدي الأمم السلام، عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء يوم الثلاثاء، من مسجد السهلة المعظم وبرنامج يا مهدي الأمم. هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا من مسجد السهلة، وكما قلنا لكم علوم ومعارف نستلهمها من هذا المسجد المبارك. وكما عودناكم أن ضيفنا المهدوي والمربي المهدوي سماحة الشيخ عبد الرضا معاش، فأنا وأنتم نرحب به وننتظر تلك الكلمات والأجوبة المهدوية إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ عبد الرضا معاش، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وبتلك الطلة البهية مجددا في هذه الليلة، ليلة الأربعاء. الله يبارك فيكم، واللهم عجل لوليك الفرج. الحمد لله، الحمد لله إن الله تبارك وتعالى وفقنا في هذه الليلة المباركة أن نكون في مسجد السهل المعظم وفي هذه الأجواء المهدوية، وجودكم المبارك وكل الشباب إن شاء الله يكون في نفع لكل المشاهدين أحبتنا الذين يتابعونا الآن على الشاشة. آمين رب العالمين. لا ننحرم القعدة وهالشوف. الله يحفظك. الله يسلمكم إن شاء الله. شيخنا الجليل، لا زال الكلام، سابقا تحدثنا حول الوظيفة في هذا الزمان، لا، ولكن اليوم نريد نذهب إلى الشاب المهدوي أو إلى الفتاة المهدوية أو إلى الشخص المهدوي بلا تحديد سن أو عمر، كل شخص مهدوي، ما هي الوظيفة الملقاة على عاتقه في زمان غيبة إمامه؟ مرات الإمام موجود، نعم، وهو يحدد لنا الوظيفة ويقول هاي وظيفتك، أنت أقعد يمي بالباب، أنت روح أقعد هناك، أنت تعال هنا. نعم. بس اليوم إحنا إمامنا غايب، أولا شنو هي وظيفتنا؟ ثانيا من راح يحدد لنا الوظيفة؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أنطلق من الشخصية المهدوية، وفعلا هذا العنوان عنوان مقدس وكبير ورائع، وكل شاب وكل فتاة اللي يعتبر نفسه إنسان مهدوي لابد أن يعرف قيمة هذه التسمية وهذه الصفة المهمة، أنه يرتبط اسمه بالإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذه عليه مجموعة من المسؤوليات، مجموعة المسؤوليات والالتزامات. أنا إنسان مهدوي، إذن لازم تكون صلاتي، ألتزم بصلاتي في وقتها، أبتعد عن المحرمات، بالنتيجة ألتزم بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه الأمور مهمة جدا وأساسية إذا أردنا أن نبني فعلا اليوم في المجتمع. وأقول هنالك الكثير من شبابنا فعلا يمتلكون الشخصية المهدوية وعندهم توجه للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالاسم بالصفة الظاهرية وإنما حتى في واقع. فأنطلق من ما تفضلتم به من موضوع الإنسان المهدوي والشخصية المهدوية أعم من الشاب والبنت. نعم. إنه إذا أراد أن يكون فعلا يعرف مسؤوليته، الآن إحنا في عصر الغيبة، ما هو المطلوب مني؟ بالنتيجة أنا إنسان أود، كل شاب اليوم يود أن يكون فعلا إنسانا مهدويا، فعلا إنسان يسير في خطى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هذا تمني، هذا تمني واقع. إحنا نريد الآن أنه نبين أن هنالك مجموعة من المسؤوليات، هذه المسؤوليات كلها مذكورة في الروايات الشريفة الواردة، يعني عن أهل الإمام البيت. محدد هاي الوظيفة؟ نعم، مو الوظيفة عليهم السلام. مو الوظيفة أنه أجوا أشخاص عاديين وقالوا
انت هاي وظيفتك في البعض هالشكل يفهم. نعم. شيخنا لا لا احنا انه الوظيفه انه اني او غيري هو اللي محددها للناس. احنا حديثنا محور حديثنا في كل هذه البحوث اللي ذكرناها في الحلقات الماضيه كل حديثنا هو الروايه عن الامام المعصوم سلام. نحن تكليفنا مع احترامنا لكل الاسماء ولكن توجهنا الى الامام المعصوم. اجتهادات شخصيه بالنتيجه كل انسان نحترم ارشاد توجهاته الشخصيه. يعني مثلا عالم العلماء يرى مثلا هذا العمل نحن نحترم توجهه ولكن نحن نرجع الى الامام المعصوم. جيد. يعني هذا اللي امرونا اهل البيت عليهم السلام. ومن خلال هذا الكلام اريد ان اقول انه هذه نقطه جدا مهمه ونحن نركز عليها في عقيدتنا في التزامنا بأهل البيت عليهم السلام أنه يكون دائرتنا دائرة الإمام المعصوم عليه السلام. سلام الله عليه. يعني نحن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله والسيدة الطاهرة فاطمة عليه السلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام صاحب العصر والزمان. يعني القول مني ما قاله آل محمد عليهم السلام هو هذا. بالنتيجة نحن نجعل لأن أهل البيت عليهم السلام تارة في فراغ. نعم. يعني أنا ألجأ إلى فلان إنسان لأنه في فراغ ولكن أهل البيت ما جعلوا فراغ عنه. يعني الروايات والأخبار الواردة عنها أهل البيت عليهم السلام وهذه نقطة لكل شبابنا اللي يتوجه توجه للإمام صاحب العصر والزمان. لذلك أنا ما أرغب أن أذكر هذا الإنسان وذاك الإنسان. جيد. دائما نركز على الإمام المعصوم أن الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام أئمة أهل البيت في قضية الإمام المهدي وكلها موجودة. يعني الذي يراجع كتاب مهدويون أو يوم الخلاص يجد أنه كل الروايات موجودة عن أهل البيت سلام الله وفيها عليك. توجيهات منهم سلام الله عليهم أنه الإنسان في عصر الغيبة ماذا يعمل. الآن إحنا واقعين إحنا الآن واقعين في دوامة. شنو هذه الدوامة؟ واقعين في مشكلة. المشكلة أنه الناس مجموعة من القناعات اللي عندهم يركبوها في قضية حياتهم الدينية. صح. الدين تارة أنا اليوم أنا ربة منزل أدير حياتي بما أراه صالحا. أنت رجل عندك عمل عندك وظيفة أدير حياتك مثل ما أنت تراها. هذا إذا كان عندك عمل خاص. ولكن يوم اللي مربوط أنت بإدارة مربوطة بالدولة الدولة تقول لك هذه ضوابط. نعم. تمشي على هذه الضوابط مش على كيفك أنت تختار الشيء اللي تريده الطريقة اللي تتعامل مع الموظفين. الدين مثلاً ما تسوي على قياساتك والمرجع. أحسنت. ما تجعل الأمور على قياساتك وإنما نحن هذا كلامنا. كلامنا أنه نحن في قضية الإمام المهدي بما أنها قضية إلهية ربانية لازم المجتمع المهدوي وهذه النقطة كلش مهمة أن نصنع مجتمعا مهدويا نصنع عائلة مهدوية نصنع شباب مهدويين أطفال وجيل مهدوي أنه هذا المجتمع المهدوي لابد أن يعرف أنه أن يستقي علومه من محمد وآل محمد عليه السلام حقيقة هو مهدوي. هذا الواقع. يعني إحنا لا نقلل من شأن الشخصيات الكبيرة. هذه نقطة جدا مهمة. أنا فلان إنسان أنا متيم به أنا مشدود إلى شخصيته مثلا أنا الكاريزما اللي يتمتع فيها متأثر فيها جدا. معليش ما في مشكلة. نعم. أنت حر في هذا الشيء ولكن نقول نحن لابد أن نركز على إمامنا الحي اللي موجود الآن وكل الأئمة عليهم السلام يوجهون أن في عصر الغيبة أن تتوجهوا إلى الإمام المعصوم عليه السلام وهذا منطلق مهم جدا. هذا منطلق مهم جدا. فمن هذا المنطلق تفضلت به شخصية المهدوية ندخل في موضوع شيخنا الشخصية المهدوية يعني نعم. أنا أعتبرها كأنما هو عقد بيني وبين المهدي. أحسنتم. هسه خلينا نسميه إحنا عقد. نعم. عقد عمل. نعم. هو عهد طبعا بالأصح. نعم. عهد بيني وبينه خلينا نسميه عقد وكل عقد يطلب مواصفات ويريد مهام معينة. نعم. فهسه إحنا راح نعتبر اللي راح يتفضل به شيخ عبد الرضا هو عقد بين كل مهدوي وإمام زمانه. نعم. أحسن. صاحب الزمان. فنريد أن نرى المهام حتى نشوف. نعم. أنا قدها حتى أكون مهدوي أو لا. إذا الإنسان مو قد هذا الشيء ما راح أهل البيت يكلفوه بما لا يطيق. يحق له يقول أنا مهدوي إذا إن شاء الله هو يسعى. بالنتيجة الإنسان المؤمن يا أيها الذين آمنوا المصداق الأول كما في الروايات. نعم. هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
الآن إحنا الإنسان عادي نقول له مؤمن، أين ذاك الإيمان من هذا الإيمان؟ بالنتيجة إحنا نحاول أنه لما نطلق أنه شبابنا المهدوي، حتى إذا ما كان ذاك الاتباع الكامل، نحاول أنه هذه التسميات تؤثر على روحه، جيد، على نفسه، تؤثر على شخصيته، تؤثر أنه إذا أراد أن يقع في الحرام يراجع نفسه، أنا إنسان مهدوي، كيف أرتكب هذا الحرام؟ شلون أمشي مع أصدقاء سوء؟ كيف أبتعد عن الله؟ كيف أرتكب الحرام؟ فهذا العنوان أيضا يجعل الإنسان يعني يواظب نفسه وسلوكياته. فإحنا إذا أردنا أن ننظر إلى مواصفات الإنسان المهدوي، المجتمع المهدوي، المؤمنون في عصر الغيبة، إذا أردنا أن نبدأ بهذا المحور، وهذا محور جدا مهم يستحق البحث والقراءة، أنا أدعوهم جميعا مراجعة الروايات التي تحكي عن مسؤولية العباد، وهذه المسؤولية موجودة أيضا في دعاء الندبة، ومسؤولية هذه المسؤولية موجودة في دعاء العهد، هذه المسؤولية موجودة في دعاء زمن الغيبة، هذه كلها فيها إلهامات وفيها توجيهات إلى العباد في هذه المرحلة. شيخنا إذا ما راح يكون مهدوي حقيقي ما راح نوقع بالإشكال اللي تفضلت به بالحلقة السابقة، نعم، اللي وقعوا به قوم نوح. نعم ممكن، أنا أقول أنه هو بالنتيجة يسير في هذا الطريق أن يكون مهدويا، وإن لم يكن مهدوي 100% يعني ولكن يسعى من الغربي يدخل يعني بالنتيجة. مثلا الآن نضرب مجموعة من الأمثلة، أنه أنا إنسان أكون أسعى أن أكون إنسانا مهدويا ارتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه، فإذا أسعى شيخنا جيد، بس الدعاء الصفة هو المسألة هنا. أنا أقصد هذا الكلام أنه إحنا نريد نشجع الشباب، يعني زين يقول إذا أنا ما أكون مهدوي 100% أنا أقول ما يخالف، يعني أنت توجه للإمام المهدي بعض الصفات، حاول يعني مثلا عندك أصدقاء سوء، أنت ملتزم بصلواتك، أنت تبتعد عن المحرمات، أنت إنسان جيد، عندك أصدقاء سوء، حاول هذا تعدله، جيد، عندك تعامل سيء مع والدك ووالدتك مثلا، عندك تعامل سيء مع أختك، مع خطيبتك، مع زوجتك أو مع زوجك، بالنتيجة إحنا عندنا صفات جيدة، نكمل طريق التكامل. أيوه. شيخنا ما عندي مشكلة، هو هذا طريق التكامل، السعي جيد. هسه نعم. أنا شيخنا مع احترامي لكل الضيوف اللي جاءوا في مختلف البرامج، أنا ماكو ما أعتقد ضيف سميته مربي مهدوي إلى الآن غير الله. شيخ عبد الرضا معاش، لأن حقيقة الله. أنا شفت الأثر لشيخ عبد الرضا معاش أنه حقيقة خرج جيل مهدوي، خرج شباب مهدويين، خرج بنات مؤمنات مهدويات، فمن أطلق عليه مربي مهدوي حقيقة. شيخنا أنا قاصد هذا الشيء، هذا الشيء أبدا، هذا ولكن شخص يجي يقول أنا مهدوي أو أنا أب مهدوي أو ما أدري، إحنا نحاول معلش إحنا الآن نحاول أن نصنع الشخصية المهدوية ونصنع أنفسنا، هذا كلام موجه إلي في الدرجة الأولى، أنه هنالك خطوات جيد. في الطريق المهدوي أنا أروح للعقد شيخنا، نروح للعقد نعم. المهدوي أي نعم، أولا الطريقة الأولى هو الدعاء. الناس ما يؤسف له يتصورون الدعاء يعني الدعاء الإنسان يدعو شيء تقليدي كلاسيك، لقلقة لسان أحسنتم. قضية الدعاء قضية أساسية حتى في الآيات القرآنية، نعم، حتى في الدعاء يقول إذا عندك حاجة اذكرها بلسانك، تقول الله يعلم، الله يعلم ما في قلبي، فلماذا أذكر بلساني؟ الله يقول لا أذكر بلسانك، أنا أدري فيك، يحب يسمع صوتك، الله يريد أنت تذكر بلسانك، مو رب العالمين يعرف أنا شنو مشكلتي، الله ليش أنا أذكر؟ لا الله يقول أذكر مشكلتك، شنو عندك مشكلة؟ أذكرها بلسانك. وأيضا لمن تدعو ارفع ايدك بالدعاء، يعني اما بحالة قنوت اما بحالة سجود، يعني انت اذ الدعاء في مجموعة من عوامل الاستجابة، لماذا لا يستجاب الدعاء؟ في مجموعة من الاسباب انه الله سبحانه وتعالى ما يستجاب هذا الدعاء، لماذا لا يستجيب هذا الدعاء؟ لاخطاء موجودة في الانسان نفسه. فاذا اول مرحله في القضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الدعاء. الدعاء لا يكفي مره واحده، الناس يقول انا عندي حاجه، رحت عند الامام الحسين ما استجاب، رحت الى مسجد السهله لم تقضى حاجتي، وجود المقتضي لازم وانعدام المانع. احسنتم، يعني الان مثلا ذهبت الى مسجد الكوفه او رحت الى الامام امير المؤمنين ودعا وتعملت كذا ما صار، سويت 40 أربعة. نعم
الدعاء ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا عشر مرات، الدعاء الروايات. شوفوا الآن في القضايا الشخصية الإلحاح على إنسان، عندك قضية شخصية مع إنسان، الروايات تقول لا تلح عليه، قل له مرة واحدة بس لكرامة المؤمن. ولكن مع الله الروايات تقول الإلحاح بالدعاء، يعني عندك حاجة مرة ذكرتها ومرتين وثلاثة وعشرة وخمسين ومئة مرة، لا تمل. بمجرد أن تمل من الدعاء في تحقيق حاجتك ينزل مستواك، بمجرد أن تقول الله ما يستجيب نزل مستواك، مجرد ما تقول أنه يعني ليش أدعي هالدعاء ما وصلنا إلى مكان نزل مستواك، لعله تكون من اليائسين من روح الله. فإذا آثار سلبية صار عليه. نعم. لذلك الدعاء كمنطلق أولي، كأول منطلق الدعاء مهم جدا، أنه الإنسان حالة الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى موجودة في الآيات القرآنية، الله يأمر بها الأمم والقرآن يأمر، والأحاديث الواردة عن رسول الله وأهل البيت عليهم السلام كلها تأمر بالدعاء. إذن الدعاء في قضية الإمام المهدي محورية أساسية، أنه الناس أيها الناس ذهبتم إلى حرم سيد الشهداء سلام الله عليه وتحت القبة الشريفة مثلا وعند الرأس الشريف، أول حاجة اللهم عجل لوليك الفرج. عند قبر سيد الشهداء عليه السلام اللي محل استجابة الدعاء أقرأ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، أمسك الضريح أبا عبد الله، يا أبا عبد الله دخيلك، اطلب من الله تعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا مهم جدا، أنه الدعاء، وأقول الدعاء. ولماذا أقول هذا؟ الآن مثلا مثال، الآن الأمة هذا الدمار اللي صار في لبنان الآن نعيشه، دمار غريب جدا. يعني أنا كنت أشوف إلى مثلا مدينة صور ضربت أمس، دمار هائل، المدن والأماكن والبيوت والناس، التهجير اللي صاير، الدمار اللي صاير في الناس، يعني أمر رهيب جدا صراحة. الدمار اللي يجري الآن في لبنان دمار جدا كبير، والتهجير اللي صاير إلى الناس، وحالة يرثى لها بصراحة. يعني هذا لبنان بلد حبيب وطيب، وفيها الشيعة الطيبين المباركين، شيعة أهل البيت اللي قلوبهم تنبض ولسانهم يلهج بذكر محمد وآل محمد. لبنان معروفة بالتشيع، بدفاعها عن التشيع، بعلمائها، الشهيد الأول، الشهيد الثاني. نعم. كبار العلماء والشخصيات كانوا في لبنان، ولبنان هي مهد التشيع، وجبل عامل أرض التشيع، وشيعتها ناسا أيضا انتمائهم وتشيعهم لأهل البيت. ولكن الآن الدعاء، الآن الناس عليهم إلى جانب ما يقوم به المجاهدون، بالنتيجة نحن نحتاج إلى دعاء. هذا الدعاء مهم جدا، الدعاء في هذه الأزمات، الدعاء في قضية غيبة الإمام المهدي، الدعاء الآن في كل أزماتنا. لازم نركز أنه الدعاء عنصر أساسي. جيد. يعني إيش كثر أنت اليوم مثلا تعمل، إنسان موظف يعمل وظيفة يقول بعد أنا رزقي هذا راتبي شهريا يجي مثلا هذا المقدار، انتهى الموضوع. لا، بالدعاء الله يزيد بركة، الله يدفع البلاء عنك وعن عائلتك وعن أولادك وعن مجتمعك. إحنا أهملنا الدعاء، جعلنا الدعاء موسمي، ليلة الجمعة نقرأ دعاء كميل، هذا إذا قرأناه. شيخنا اللي سأل أن يقول، نعم، انه شنو فائده الدعاء وانا امامي غايب؟ ايش راح يصير؟ هو هذا ايش راح يصير؟ الفرس هذا هنا ايش راح يتغير؟ هو هذا الاساس. يقول هواي دعينا في قضايا وما تحقق شيء. اول الدعاء تاثيره عليك، ليس في تحقيق حاجه فقط. الدعاء لما ادعو اقول اللهم، هذا الذكر لله، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الذكر يؤثر على نفسي، ليس الامر يتعلق بتحقيق الحاجه، هذا موضوع آخر. شنو علاقته بصاحب الزمان يكون الدعاء؟ الدعاء أولا أنا لما أدعو اللهم عجل لوليك الفرج، هذا الدعاء يؤثر على نفسي، يؤثر على الداعي هو، وهذا جدا مهم. أنه إحنا دائما نحتاج ندعو لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. ها لما أقول اللهم عجل لوليك الفرج، هذا تأثير على خلاياي، أتمنى ظهور الإمام. أي هذا التأثير، الذكر بالدعاء على روحي، على نفسي، على وجداني، على ضميري، حتى على جسدي، يعني إلى تأثير على الإنسان، إلى تأثير وضعي. حتى على مبادئي،
بالنتيجة نعم، في الروايات أن الدعاء لتعجيل فرج الإنسان يحمي الإنسان من الانحراف العقائدي. الدعاء لتعجيل فرج الإنسان، الدعاء لتعجيل فرج الإمام يحمي الإنسان من الانحرافات العقائدية. حتى سلوكياته تتغير. نعم، يؤثر على الاستمرارية في الدعاء. الدعاء له أثر غيبي جدا كبير. إحنا الآن لازم نرفع إيدنا بكل توجه، بكل خشوع. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين، يا سيدنا، يا مولانا، يا ربنا، يا أرحم الراحمين، يا غافر الذنوب، اغفر ذنوبنا، تجاوز عن خطايانا وأصلح أمرنا. بالنتيجة الدعاء تأثير أولا على الداعي، ثانيا على المحيط اللي موجود. الأمر استجابة الدعاء هذه آخر مرحلة، احنا نفكر في اخر مرحله، ما نفكر في هذه المراحل. ندور المصلحه النهائيه. اي احسنتم شيخنا. حاليا يعني مثلا اذا جزء من تربيه ولدي اعلمهم دعاء للامام المهدي حتى ياثر على سلوكياتهم. جدا ياثر على سلوكياتهم فعلا. الدعاء لتعجيل الفرج، وهذه نقطه مهمه جدا، يؤثر على ابنائي في تربيتهم، في صلاحهم، في استقامتهم، في السلوك الى الله والى صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء لما أنا أقول ابني تعال، طفل عمره سنتين ثلاث سنوات، ارفع ايدك بابا، لما يرفع ايده بالدعاء، هذه اليد المباركة الطيبة اللي بعيدة عن المعاصي والذنوب، قل اللهم عجل لوليك الفرج، أو قل يا مهدي، أو قل يا مهدي مثلا. الطفل علمه يا مهدي، يا صاحب الزمان، علمه قل له يا علي، علم قول مثلا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إلى تأثير. طبعا هذه نقطة جدا مهمة، أنه تربية أبنائنا بالدعاء يؤثر على صلاحهم، يؤثر على تربيتهم، يؤثر على أيام المراهقة وأيام الشباب. إيش كثر جميل، يعني زرع يكون كأنما زرع من الطفولة. زرع ليس هذه أساسات تهيئة، الأساسات هذه. يعني الإنسان الذي بالدعاء، أولا الدعاء من الله، اللهم مثلا أحفظ أبنائي، نور. بس احنا نفكر بالملابس وبالبيت، نشتري بيت، أرزق بابا ملابس. فلوس، أدعي أرزق وفلوس. بابا فلوس. هذا عقل غير واعي، غير مثقف. هذا الإنسان اللي يفكر بس بالمادة. نعم أدعو إلى المادة، ولكن هذا آخر الدعاء. أنا اليوم لما أربي أطفالي تربية مهدوية من الصغر، تعلم ماذا يجري؟ يعني بكرة أنت مرتاح، المراهقة إيش كثر تضغط على الولد وعلى البنت، هاي تكون سد. هذا بالنتيجة راح يساعد. أنا ما أقول سد 100%، لأنه درجات، أكو أمور بعد درجات أخرى. درجات. بالنتيجة لما تربي أنت ابنك منذ الطفولة على القضية المهدوية بالدعاء، تأخذ مجالس دعاء الندبة اللي من اسم الندبة، يعني فيها بكاء. يعني الطفل لما يشوفك أنت أب جالس مجلس الإمام الحسين تبكي على الإمام الحسين، أو جالس في دعاء الندبة تبكي على الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، هذا يؤثر عليه. بعدين أيام المراهقة، عندنا أيام الشباب، أيام البلوغ، هذا التغيير والتغير الفسيولوجي والسايكولوجي والمشاكل اللي صار عند الأبناء. تعلمون هذا الدعاء إيش كثر؟ الدعاء لتعجيل الفرج هذا يرسخ في الفطرة، موجود هو. نعم. يرسخ في عقله وقلبه وضميره ووجدانه وروحه. بالنتيجة هذا راح يساعد الأب بالمستقبل. يؤسف أنه الآباء اليوم ما عندهم هذا التوجه. يعني قضية الدعاء معتبريها نروح مثلا دعاكم الحضرنا دعاء شلنا إيدنا وخلاص. لا، هذا الموضوع جدا مهم، مو ضمن المنهاج التربوي. لذلك حتى في مدارسنا شيء. نعم. أنه بغض النظر عن صاحب الزمان، الدعاء بشكل عام في مدارسنا مثلا أول ما يجي الأستاذ صباحا ما يعلم طلابه فرد سطر دعاء مع الطلاب. نعم. يهيئهم روحيا إلى الدروس أو نعم. إلى الارتباط فعلا. بالله الدعاء، عز وجل الدعاء بصورة عامة، والدعاء لقضية فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هو الإمام يطلب من شيعته أنه ادعوا بتعجيل الفرج. أيها الناس عليكم بالدعاء، الدعاء لتعجيل الفرج له أثر كبير. الناس اليوم احنا الآن إذا أردنا مثلا، أنت دخلت مجلس في 50 شخص، في 100 شخص، في 500، في 1000، إذا الكل رفعوا إيدهم إلى السماء زين وقرأوا اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، شنو تأثير روحي فيه؟
يعني الأجواء الناس يقول فعلا عشنا أجواء روحانية. شوف هذه العبارة، يعني إذا صار توجه مثلا، صار توجه صار في بكاء بدعاء الفرج للإمام، والإمام الناس لما ينادون يا صاحب الزمان يا حجة الله يا شوف شوف الوضع، هذا يأثر على روحك، يأثر على البيئة اللي فيها، حتى الملائكة تتوجه إليك. هذا الدعاء لقضية المولى عجل الله تعالى فرجه مهم جدا، ولازم الكل يعلم أنه أنا أول ما أجلس من النوم أسلم على الإمام وأدعو لتعجيل الفرج، قبل ما أنام أسلم على الإمام وأدعو لتعجيل الفرج، في على المائدة أدعو لتعجيل الفرج، لما أظهر من البيت في أي مكان. الدعاء بما هو الدعاء إلى تأثير تربوي روحي إصلاحي كبير للإنسان. الدعاء والتوجيه للدعاء، الدعاء وقضية الإمام المهدي، ربط القضية المهدوية بالدعاء تأثيرات كبيرة جدا. يعني الناس اللي يجون إلى مسجد السهلة في ليلة الأربعاء، واللي ما يتمكن يجي ليلة الأربعاء يجي أيام ثانية معليش ما في مشكلة، بالنتيجة يأتي إلى مسجد السهلة يعيش الروحانية جي. يعني لما تقف في مقام الإمام الصادق سلام الله عليه وتقرأ مثلا، تصلي الركعتين بين العشاءين، صلي الركعتين وتدعو الدعاء وتسجد كما في الرواية خاشعا، أن تقول بخشوع. ليش بخشوع؟ لأن الخشوع الذي يؤثر في روح الإنسان، مفتاح هذا الدعاء. مفتاح مهم جدا للتأثير على روح الإنسان. احنا كل شغلنا مع روح الإنسان، مع قلب الإنسان، مع ضمير الإنسان، مع الواقع الموجود فيه. فإذا احنا هذا الإنسان مع هذه التقلبات، مع وجود الميول والتجاذبات والرغبات والغرائز والشهوات، الإنسان أن يستقيم في هذه الدنيا ليس بالأمر الهين، فلذلك نحتاج للدعاء، الدعاء يقومه. نعم. يعني حتى الإنسان، أقول هذه الكلمة للشباب بالذات، تشعر بضعف، تجي لحظات أنت بالجامعة، أنت جالس على مواقع التواصل، أنت بالنتيجة أنت شاب عندك غريزة، وهذه الغريزة في أي لحظة قد تهيج، والشيطان قاعد، شيطان مو قاعد متربص، ناصب ناصب جاء أمام فوق رأسه، هو الشيطان يريد أن يغريه. فإذا أنت في هذه اللحظات يا الله إلهنا بمولانا صاحب الزمان اعصمني من الخطأ، يا الله يا مولانا بحق صاحب الزمان بالحجة ابن حسن إلهي أبعدني عن الحرام، اللهم اغننا بمولانا صاحب الزمان بحلالك عن حرامك أغننا. إذن هذا الدعاء إذا إحنا نشرنا هذه الثقافة عند الناس، أيها الناس تدعي مرة وعشرة وخمسين ومئة مرة وأكثر من ذلك ولا تمل، تفوض أمرك إلى الله. زين لماذا الله لم يستجيب؟ أفوض أمري إلى الله، سلم إلى الله خلص تسلاز، هو هذا امتحان، الله بإمكانه يستجيب نفس اللحظة. شيخنا الكل مشمولين بهذا التوجيه. نعم، يعني سواء أنا كنت مرجع تقليد، سواء أنا كنت خطيب، كنت أستاذ حوزوي، كنت أنا مدرس أكاديمي، كنت أنا معلم، معلمة، ربة بيت، موظفة، إعلامي، الكل تكليفهم الدعاء والتوجيه له. نعم، أنا طبعا أتكلم عن عموم الناس، أنا ما أتكلم عن الكبار، أتكلم عن عموم الناس، المجتمع. إحنا رسالتنا اليوم مع أولا مجتمعاتنا الشبابية، هذا اللي يهمنا، والرسالة الثانية إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور، أنه الأم إذا ما عندها ثقافة، تدرون إذا الأم، أمهاتنا إذا الأم صار عندها ثقافة مهدوية وصار عندها عشق لصاحب الزمان وعندها ولاء وانتماء إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، وصار لسانها يلهج بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هذا البيت إذا صار مهدوي، هذا البيت إذا صار في تلفزيون طلعت موسيقى طفيها، بابا صاحب الزمان ما يرضى بهذا الشيء، بنتي حجابك عدلي، صاحب الزمان ما يرضى بهذا الحجاب. شوفوا الآن يعني الدائرة هو دائرة الإمام المهدي في كل سلوكياتنا، في كل أعمالنا، في كل خطواتنا. إذا صارت الأم مهدوية والأب مهدوي، الله شو هذه الجنة أسرة. الأبناء والأسرة تتمنع يعني تتمتع بجنة مهدوية، تتمتع هذه الأسرة بنور إلهي. تعرفون ما أجمل الأب والأم والأبناء والبنات كلهم يلهجون بصاحب الزمان. شيخنا هذا على مستوى الأفراد، شيخنا نحتاج هذا توجيه عام، مو فقط شيخ عبد الرضا يوجه. نعم، هسه احنا بالنتيجة إلى كل الجهات شيخ إبراهيم توجه، كن على ثقة، أولا الناس يتابعون ويشاهدون،
احنا وجودنا في مسجد السهله توفيق، هذا الحمد لله توفيق عظيم. احنا جايين من كربلاء خصيصا ل نأدي رسالة ونوجه رسالة. الناس لازم يقدرون هذا الشيء، يعني الإنسان اللي يصلي، الإنسان اللي يعتقد بالله، يعتقد برسول الله، بأمير المؤمنين، بالسيدة الطاهرة، بأهل البيت عليهم السلام، لازم يعرف إحنا جايين مو علشان نقضي برنامج، إحنا جايين على أساس نقضي وقت، إحنا جايين نحمل رسالة. أنت عندك رسالة وأنا عندي رسالة، القناة عندها رسالة، هي القناة اسمها قناة الإمام المهدي، هي القناة أيضا تحمل هذه الرسالة. كل الفريق والكادر لما يجلس يستمع إلى هذا الكلام، حتى المونتير حتى الجنود المجهولين اللي يسمعون، بالنتيجة قضية الإمام المهدي قضيتنا والناس بعيدين، ولازم نوعى الناس، ولازم نرشد الناس، ولازم نقرب الناس إلى أهل البيت، لازم يعرفون الناس اقترابهم إلى صاحب الزمان. كذلك السيد محمد بن سيد عباس العاملي اللي من جبشيد من جنوب لبنان، نعم، من جبل عامل، لما 37 أو 39 مرة راح إلى أخذ كتب رسالة وراح ألقاها بالبحر، 39 مرة راح نفس الحاجة يكتبها ويلقيها بالبحر، بحر النجف. الإمام يقول له أنت لما التقى بالإمام، الإمام يقول تصور إحنا ما نعرف، بس سيدي يا صاحب الزمان لماذا جعلت هذا 39 مرة و38 مرة يأتي؟ يقول نحن نعرف، بس أنت لما تروح اليوم، رحت إلى مقام الإمام المهدي مثلا في كربلاء، أو مقام الإمام المهدي الموجود في السوق بالحلة، أو مقام الإمام المهدي الموجود بين الكوت والنعمانية، لأهل النعمانية والكوت لازم يعرفون قيمة هذا المكان وعظمة هذا المكان، وفي رواية وفي دعاء وفي برنامج في هذه الأماكن. زين، الآن لما يذهب الإنسان إلى ذلك المكان مرة ومرتين وخمسة وعشرة، هذا يأثر على روحه، الإنسان يتأثر. جيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فإذا القرآن الجبل يتصدع بالقرآن، جبل حجر، هذا الإنسان اللي هو أكثر من الماء، لا يتأثر الإنسان، لا يتأثر بالذكر الله، أنت تقول يا الله تتأثر، الحجر يتأثر كل شيء. فإذا كان الحجر يتأثر، الإنسان العادي لا يتأثر لما يقول يا مولانا يا صاحب الزمان أغثنا، يا أبا صالح المهدي، هذه العبارة، يا أبا صالح المهدي أغثنا وأدركنا، يا أبا صالح المهدي أغثنا وأدركنا، تكرار هذه الكلمة يؤثر في الإنسان، في روح الإنسان، في قلب الإنسان، في دم الإنسان، في خلايا الإنسان. الإنسان الذي يستغيث بمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يسمع، ولكن الإمام يحبك، يريدك أن تكرر أكثر، كرر بعد مرة ومرتين وثلاثة، كرر هذا الذكر المبارك أنه أغثنا وأدركنا، يا أبا صالح المهدي، يا صاحب الزمان، يا سيدنا. الناس إذا يعرفون قيمة هذا الدعاء والاستغاثة بصاحب الزمان، وليس في يوم الجمعة، في كل الأيام، والله حياتنا تتغير، السماوات تنزل علينا الخيرات والبركات، الأرض تفتح الخيرات بركات صاحب الزمان سلام الله عليه. سلام الله عليه. شيخنا، إذا ابتعدت عن صاحب الزمان ممكن الدعاء يرجعني؟ نعم. هسه فد يحضرني مقطع لقصيدة أخونا مصطفى السوداني الله يحفظه، نعم. أخاف نعم. الدنيا تغريني بشكلها، نعم. وأوفك يا أبو صالح واخضع لها. نعم. مرات الإنسان تغري الدنيا شيخنا ويروح، طبيعي، الدعاء يرجعني؟ الإنسان يضعف، الإنسان بالنتيجة احنا عندنا شيء اسمه الغرائز، ذكرناه، المغرائز والميول والتجاذبات في الإنسان موجودة، هو هذا الصراع. الله إذا جعل الإنسان ما عنده كل هذه الغرائز والشهوات، وما الإنسان راح للجنة، الله يريد تدخل صراع، اختبار. اليوم الإنسان اللي يحقق انتصار لا يحقق انتصار بسهولة، بتعب، بجهد، بمزيد من المبادرة والجهود اللي يبذلها الإنسان، يصل الإنسان إلى درجات حتى مهمة كبيرة. حتى لو تكرر الابتعاد، نعم، أكرر العودة. ولذلك الكثير من الشباب يسأل، يقول أنا أسوي معصية، كثير من الشباب يقول أعمل معصية وأتوب، أعمل معصية وأتوب، أعمل معصية وأتوب وأستغفر، هذا استهزاء بالله. فالإنسان الذي مثلا ارتكب معصية لازم يبحث، لماذا ارتكبته؟ نعم، لماذا ارتكبت هذه المعصية؟
صديقي وقعني في المعصية، صديقي هو التيك توك وقعني في المعصية، الدايركت بالانستا وقعني، التجول في الصفحات وقعني. الخطأ من وين سببه؟ شو سبب هذا الخطأ اللي أنا وقعته في المعصية؟ ما هو السبب الوقوع في المعصية؟ أنت نعم تتوب إلى الله، الله يغفر لك، ابحث ليش وقعت، شلون أنا أمنع نفسي، عندي صديق سوء منعني، سبب لي وقوعي في المعصية. فإذا وقوع الإنسان في المعصية لازم أحاول أن لا أقع. إذا مرة ثانية وقعت مع محاولتي معليش الله يقول توب، مرة ثالثة وقعت الله يقول توب، ما في مشكلة. بالنتيجة هذا ليكون سبب، هذا ليكون سبب أنه أتمادى في تسويف يصير بالذنوب. نعم، ليكون هذا سبب تمادي في المعاصي، في ارتكاب الأخطاء. إحنا الآن هذه الأزمات اللي تمر بحياتنا هذا الدرس. لذلك أن كثير من الشباب اللبنانيين اللي جايين إلى كربلاء والنجف أقول هذه فرصة ذهبية، روح للحرم، إلى حرم سيد الشهداء. الناس قبل كانوا يحاول الإنسان هو نفسه يجي إلى كربلاء، الآن أنت وزوجتك وأولادك كلكم في كربلاء وفي ضيافة الإمام الحسين، وتأكلون من بركات الإمام الحسين، وتنامون في محل بركات الإمام الحسين. أهل لبنان استثمروها، شبابنا عوائلنا عندهم انتماء للإمام الحسين، وأنا شايف حضورهم في عاشوراء وفي الأربعين حضور جدا رائع وحسيني بصراحة، يعني هم مصادق رب ضارة النافعة. نعم، بالنتيجة الآن قلت لهم لشبابنا من لبنان أنه اذهب إلى حرم سيد الشهداء، ابتعد عن الناس، اجلس وحدك، اعمل أبديت لكل حياتك، راجع حياتك بالبداية، تعاملي مع نفسي، مع الله، مع إمام زماني، مع أهل البيت، عقيدتي، تعاملي مع أمي، مع أبي، مع أخي، عمي، عمتي، صلة الرحم، قطع الرحم، أصدقائي، حياتي الاجتماعية، عملي. أعمل مراجعة، فعلا أعمل مراجعة، بس لازم تبتعد عن الناس. وهذا كل أربع أيام، كل أسبوع عمله مرة واحدة، ساعة ساعتين ابتعد عن الآخرين كل وحدك، وطالع خلي عينك على ضريح الإمام الحسين عليه السلام، واطلب من سيد الشهداء المدد والعون، واستغث بمولانا صاحب الزمان، لأن الإمام الحسين يفرح أن أنت جالس عنده تقول يا صاحب الزمان. الإمام الحسين يبتهج يشوف أنت المؤمن الموالي في عصر الغيبة بوجودك عند سيد الشهداء، تقول يا أبا الفضل العباس، يا باب الحواج، يا مولاتي يا زينب، يا صاحب الزمان، يا مولاتي يا فاطمة الزهراء أغيثيني. هذه الاستغاثة وهذا الارتباط وهذه الخلوة، نحتاج إلى هذه الخلوة. صدق الإنسان اللي يعمل هذه الخلوة ويراجع نفسه ويعمل غربلة إلى سلوكياته، إلى حتى قناعات. المشكلة إحنا اليوم عندنا صنمية بالأفكار. نعم. يا عمي هذه أفكارك، أعمل شوية خلي فيها مرونة، خلي فيها رفق، خلي في أفكارك شفافية، قناعاتك من وين ما أخذها. يعني مثلا أنت في جروب تتكلم كلام ناس ما يعجبهم هذا الكلام، زين فكر جيدا، سرعة غادر، أنا هذا كلام ما يعجبني يا أخي، طول بالك، طول بالك، اسمع للكلام. اليوم لازم إحنا يكون عندنا مرونة بتقبل الآخر، جيد، بالفكر الآخر. إحنا اليوم ما نتمكن يكون عندنا صنمية بالأفكار. يا أخي هذه أفكارك من وين؟ مع الأسف اليوم الناس في كل هذه الأمور الناس ببعد شديد عن صاحب الزمان، بما يصنعون أفكار بما تناسب مصالحهم الشخصية. مع الأسف أقول هذا. نعم. الكلام طبعا هذا كلام مؤلم حقيقة. إحنا ما نعيش النرجسية ولا نعيش الخيال، ولا أقول أنا أحسن منهم ولا حقيقة. جالسين في برج عاجي، إحنا نقول يا ناس يا جماعة، أنتم تعتقدون بآل محمد عليه السلام، سلام الله عليه، أنتم ركزوا في حياتكم على محمد وآل محمد، انظروا أهل البيت قبل أن تنظروا لمثلي ولغيري، قبل أن تنظروا أن شوفوا أهل البيت، إحنا كلامنا كل بركاتنا منهم، سلام الله من عليهم، إحنا كل ما لدينا من محمد وآل محمد، سلام الله عليهم. وندعو الناس إلى اتباعهم، إلى الاستغاثة بهم، إلى السير على منهجهم، سلام الله عليهم. إحنا ما عدنا من عدنا شيء، كل من بركاتهم. أيوة. سلام الله عليهم. أيوة. نعم. شيخنا يعني الوظيفة الأولى في العقد. نعم. المهدوي أن تكون داعيا. نعم. وداعيا إلى الدعاء. نعم. الدعاء، الدعوة إلى الدعاء، هذا بالنتيجة يحتاج أيضا. مثلا الآن كثير من الناس ما يدعون، أنا أروح إلى المجلس، أيها الناس، قاعد في مجلس، مجلس، مجلس عزاء، أيها الناس ندعو لمولانا صاحب الزمان الخطيب،
مولانا ادعو لصاحب الزمان، مولانا اقرا ما يجيب لظهور الامام. مسؤوليه صاحب المجلس، صاحب الحسينيه، صاحب الموكب، صاحب الموكب، وحتى الشباب، حتى الحاضرين. يجي الخطيب يقول له تكلمنا عن صاحب الزمان. خطيب روح احرجه، معليش انا خطيب اتكلم وانا اصغرهم. شنو احب اسولفها انه مرات انت ذات تحب شخص ويجيك واحد يعرف سوالف عنه يقول له سولف لي عنه. الله. حقيقه جميل جدا، صح لو لا شيخ؟ فعلا يعني اليوم انت ذات تحب شخص جاي مثلا من فلان بلد، وفلان هذا شخص جاي منك ويعرف كل اخباره، يقول له سولف لي عنه احواله، عنه اخباره. نعم. هاي الحاله يعني معناتها شيخنا انه اكو مشكله احنا بعلاقتنا بصاحب الزمان، اكو جهل عندنا احنا. المشكله الكبيره الجهل، ما زلنا نعيش الجهل، ونعيش جهل مركب. نتصور احنا نفهم الامام ونعرف الامام، ما نعرف الامام. هذا اتكلم عن نفسي وعن كثيرين ايضا يعيشون الجهل المركب في قضيه معرفه الامام، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والدعوه الى الامام ايضا. يعني انا ما اريد اوسع الدائره الان، ولا الكلام كثير صراحه، ولكن احترم الواقع اللي موجود اليوم. المفروض الحوزات العلميه توجه الى قضيه الامام المهدي. اليوم الانقاذ المنقذ الوحيد هو صاحب الزمان، سلام الله عليه. لازم الناس حتى هذا الفرج يعم علينا، الفرج يعم على الأمة، الأمة تكون بخير وعافية. لابد الناس، إذا الناس لا يتوجهون إلى صاحب الزمان، إذا الناس لا يتضرعون إلى الله ولا يقول إلهنا أعف عنا، إلهنا اغفر لنا، إلهنا نحن العصاة، نحن أهل الذنوب والمعصية، سامحنا، اغفر لنا يا ربنا، ونتوسل بإمام زماننا. يا ربنا نحن بحاجة إلى صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان نحن بحاجة إليك. مولانا الناس اجتمعوا علينا، قتلونا، ذبحونا، شردونا، دمروا بيوتنا، أوردوا علينا المصائب والمحن. المغيث أنت يا صاحب الزمان، أنت المغيث، أنت المخلص. ما عندنا مخلص اليوم غير الإمام المهدي سلام الله عليه. الناس لازم ببكاء ولوعة يتوجهون لصاحب الزمان ويستغيثون بصاحب الزمان، وإلا مشاكلنا ما تنحل، لن نصل إلى نتيجة. المشكلة ما لها حل أبدا. الحل الوحيد لكل مشاكلنا اليوم نتوجه إلى الإمام المهدي ونطلب العفو من الإمام. يا صاحب الزمان احنا قصرنا معاك، احنا ابتعدنا عنك، احنا ما توجهنا اليك، احنا عشنا حياتنا، الان عرفنا الخطأ. يا صاحب الزمان اغثنا، انت ابونا، انت الاب، انت ابونا يا صاحب الزمان، انت ابونا الغالي، انت حبيبنا، انت امامنا الرؤوف، انت امامنا الحنين. كل وجودنا يتعلق بك يا صاحب الزمان، كل وجودنا يتعلق بالامام. اذا استغاثينا ورحنا الى ابونا، مثل الانسان يرتكب خطأ، الابن يرتكب خطأ تجاه أبوه، يروح لبعدين يقول لأبوي أنا أعتذر منك، أعتذر، أنا أخطأت، أنا أروح إلى أبي الحقيقي هو صاحب الزمان. يا صاحب الزمان، يا مولانا، إحنا أخطأنا، إحنا جهلنا حقك، إحنا ما كنا نعرفك، إحنا ما كنا ندعوك، كنا نسوي معاصي، كنا منشغلين بالدنيا، كنا منشغلين بأصنام الدنيا، عندنا أصنام فكرية حياتية، ما عرفناك ولا رحنا وراء المعرفة. الآن شوية عرفنا بعض الأمور، شيء بسيط، هو هذا البسيط يجرنا إليك. أنت أنغثنا، خذ بيدنا يا صاحبي، وإلا إحنا إذا الإمام ما يأخذ بإيدنا ما نقدر، ما نتمكن نعمل ولا شيء. وغضب الله يجري علينا، وغضب الله ينزل علينا. اللي يدفع الغضب الإلهي والبلاء الإلهي والمصائب هو صاحب الزمان. إذا المجتمع ما عرف هذا الشيء ينتهي المجتمع، وكل شيء ينتهي. أحسنتم شيخنا. سؤال أخير إن شاء الله جوابه، نختصر جوابه، أنه اليوم البعض يتخذ من الدعاء لصاحب الزمان في مواقع التواصل الاجتماعي ذريعة لشهواته، ينفذ بها شهواته، تعال أدعي لك وادعي لي، ويصير تواصل خاص به. نعم. وباسم الإمام المهدي. نعم. اليوم أدخل لك أنت منزل وأجيك ادعي لي يم الإمام المهدي إن شاء الله، ويظل والله شنو إحنا نتواصل من أجل الدعاء للإمام. صراحة هذه قبل الأيام جاني اتصال مؤلم جدا، والبعض وقع في هذه الخطيئة، والكثير وقع في هذه الخطيئة. أنا دائما أقول للشباب وللبنات أيضا، لا تنغرين بحسابه وإن كان ظاهر مهدوي، وظاهر الإنسان
الالتزامي وقعوا في أخطاء كبيرة وفادحة ومدمرة، وهذه الأخطاء ستكون معهم إلى آخر لحظة في حياتهم، سيكون وجدانهم معذب، ضميرهم متألم، يعيشون الألم وحرقة المصيبة اللي أوجدوها في حياتهم. وهذه كلمة مع الأسف، اسمح لي أقول هذه الكلمة، بساطة البنت وغباء البنت هو الذي يؤدي إلى تلك النتائج، هو الذي يؤدي بها. هي غير مهدوية. الإنسان المهدوية إذا شاب قال لها السلام عليكم تعمل عليه بلوك، هي غير مهدوية. مو أنت بكيفش تقولي أنا إنسانة مهدوية وأنت تتواصلي مع شاب تحت نشاط مهدوي، غلط هذا. ادعي لي غلط ما. هذا غلط، هذا الشيء غلط، هذا الشيء حق قلب منطين نشر قلب. ستوري رايح الكربلاء، انت شكو تقولي له ادعي لي عند الامام؟ خطا هذا عمل. وحتى الشيء نفس الشيء، شنو الداعي من هذا العمل؟ يعني احنا شو وقت نصير اوادم؟ شو وقت نتادب؟ شو وقت البشر هذا يعرف الطريق الصح؟ الى متى احنا غرائزنا وميولنا تدمر حياتنا؟ هي اللي تقودنا. يعني الامام صاعد الله قلبه صاحب الزمان من عدنا، سلام، من سلوكياتنا. والله انا اعشق صاحب الزمان، وانا كل ادعو الامام المهدي، وانا دائما افكر بالامام، وارتكب هذه الاخطاء الفادحه. اي خطا؟ والله انا سويت استغفار والله غفر لي. تعال شو كيفك انت الله غفر لك؟ شو مغفره هكذا؟ الله يرحم الراحمين، تهجمت بيوت، الله يرحم الراحمين، بس مو على مزاجكم، مو على تفكيركم، مو والله نلعب كيفنا واخر شيء احنا توزنا بصاحب الزمان وقلنا انا اعتذر من عندك ويلا خلص. انت تاتا وين رايح؟ والاثار اللي وين سويت؟ الاثار الوضعيه لهذه المعصيه. بعدين سؤال، ارتكبت معصيه، انا في المقابل شنو سويت عمل؟ شنو سويت عمل؟ ماذا قمت بعمل يعوض عن هذا الخطا، عن هذا الحرام؟ الذنب الى اثر. نعم فيه. الانسان يستغفر الله، استغفار يمحو ذنب الانسان، يبقى الأثر، يبقى الأثر إلا في مكان واحد، زيارة الحسين عليه السلام، سلام الله عليه، هو هي مغفرة وهي ما تأخر، هو محو للذنوب وحتى أثر لا يبقى. ولكن الإنسان لازم يراجع نفسه، لازم يتعظ، لازم يعتبر، لازم ما يجازف كل يوم، مو كل يوم مجازفة. واحد مرة يرتكب خطأ، بعد فترة من الزمن ضعف يرتكب خطأ، مو كل يوم ارتكب خطأ. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذا كل أسبوع بجحر. إيه، وبعدين يوجه، إحنا البشر شيء الجميل دائما نوجه أخطائنا، نطلع لها تخريجات، أحسن تخريجات نطلع للموضوع المهم، الموضوع يمشي بطريقتنا وفكرنا واللي إحنا نشوفه. لذلك الإنسان إحنا لازم اليوم نرجع وعودة إلى إمام زماننا. شلون اليوم الناس ابتعدوا عن أمير المؤمنين والبعض من عندهم تاب، ابتعدوا عن رسول الله ورجعوا تابوا، السيدة الزهراء عليها السلام، سلام الله. البعض لم ينصرها، صاحب الزمان نفس الشيء، هكذا الإمام الحسين، التوابون، سلام ناس الله. عرفوا الخطأ. يا جماعة تعالوا، عرفنا خطأنا. خطأنا شنو خطأنا؟ أنه تركنا صاحب الزمان وحده، هذا خطأ. أكبر جريمة، أكبر ذنب، أكبر تقصير أننا تركنا الإمام المهدي وحيدا. الآن الإمام المهدي هو في عالم ونحن في عالم، الإمام المهدي طالعنا يقول ذولا شيعة، ايش فيهم؟ ذولا أتباع، ايش فيهم؟ ليش ما يتوجهون؟ القرآن مهجور. نعم، لماذا تركنا إمام زماننا؟ لماذا تركنا الإمام صاحب العصر والزمان؟ سلام الله عليه. وهذا وقته الآن، وقته في هذه الشدة الكل يستغيث بالإمام، وسينظر الناس الفرج الكبير، الفرج الكبير، الدنيا برعاية صاحب الزمان، سلام الله. نحن هو صاحبنا، هو إمامنا، هو سيدنا، هو قائدنا، هو ملاذنا، هو مولانا، هو ولي أمرنا، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن إحنا الآن نرجع للإمام، نرجع بتوبة تائبين، يا مولانا رجعنا إليك، عدنا إليك، إحنا نعترف بتقصيرنا. بهذه الروح شيخنا، بهذه نعم. الروح أنا والمتابعين في كل حلقة ننتظر، نعم، مسك الختام الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. وبهذا الروح وأنا وغيري اعتبرنا إحنا اللي نريد نرجع لصاحب الزمان، إحنا نرجع. شو أنا وأنا أحدكم أيضا، ودعينا مقصرين شيخ. إحنا مقصرين في هذا المكان المبارك وفي أجواء مسجد السهل المعظم، وأنا أقول مسجد السهل المعظم وأنا أعرف أنه نحن لا نعرف عظمة هذا المكان وما نحن فيه، وكم لهذا المكان
القدسية عند مولانا صاحب العصر والزمان، وهو ملتقى العاشقين الحجة الله لبقية الله الحجة ابن الحسن. احنا في بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قل له سيدي يا صاحب الزمان، نحن اليوم جئنا إلى بيتك، جئنا إلى هذا المكان اللي هو مأوى لعشاقك يا صاحب الزمان، جئنا في هذا المكان نقول نحن المقصرون، نحن المذنبون، أنت سيدنا، أنت إمامنا، نلجأ إليك سيدي. هذا التعب اللي نحن نواجهه، مجتمعنا يواجه، الأمة تواجه، شيعتك في كل العالم يستغيثون بك، شيعة جبل عامل، شيعة لبنان يتوجهون إليك يا صاحب الزمان، أنقذهم سيدي وأنقذ الجميع من هذه المصائب، من هذه المحن. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. دائما لساننا يلهج بالدعاء لتعجيل فرج الإمام، لأن الفرج الحقيقي لنا بالدعاء لتعجيل فرج الإمام. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض عنا إمام زماننا، وفقنا لنيل رضاه. اللهم أرض مولانا عنا بحق محمد وآل محمد، كل من له حاجة اللي يتابعنا في هذه اللحظات ونحن في هذه الأجواء النورانية المباركة في رحاب مولانا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كل إخواننا وأهلنا اللي يتابعونا عبر شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية، أسأل من الله تبارك وتعالى بحق مولانا صاحب الزمان وهذه النفحات الروحانية المباركة أن يقضي حوائجكم، أن يفرج عن همكم وغمكم، وأن يرفع ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد، المرضى أيضا والجرحى، الله يمن عليهم بالشفاء والعافية بحق مولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير جزاء، شكرا جزيلا. الله يسلمكم سماحة المربي المهدي، الله يبارك فيكم، وأقولها عن قناعة تامة، استغفر الله، ويقين. الله يبارك فيكم الشيخ عبد الرضا، حقيقة الرجل والمربي المهدوي الذي عندما أقول هذه الكلمة لا أتردد فيها قيد أنملة. لطفكم ولا تحرمنا هالشوفة شيخ، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، نلتقي بك بهالمكان المبارك. أنا أمام المشاهدين أطلب هالطلب منك، أنه لا تحرمنا هالشوفة ونشوفك في كل أسبوع ونتعلم. حقيقة أكو أحيانا شيخنا نتعلم العقل تغذي أفكار مهدوية، بس مرات شيخنا في العلاقة المهدوية القلب أهم. نعم، في كلامك، لأن هو يدخل إلى قلوبنا قبل أسماعنا وقبل عيوننا وقبل أفكارنا. الله يبارك فيك. نجد هذا الكلام ونجد الأثر المباشر، بحيث شيخنا هو من يصير الأثر المهدوي تحس روحك صارت شفافة. أو الزمان إن شاء الله، إن شاء الله دوما وأبدا نتشرف بخدمة صاحب العصر والزمان. تسمح لنا نختم مولانا في خدمتكم. الله يسلمك. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أولا شكرا لحسن استماعكم وإصغائكم لتلك الكلمات المهدوية، وكما قلنا لكم علوم ومعارف نستلهمها في مسجد السهلة المعظم، وما لهذا المكان من أثر عجيب وعظيم على المؤمن وعلى روح المؤمنين. وأنتم إن شاء الله معنا روحا، وندعو لكم بعد البرنامج إن شاء الله عند مقام صاحب العصر والزمان برنامج يا مهدي الأمم. هذا البرنامج يأتيكم في كل يوم ثلاثاء ليلة الأربعاء مع سماحة الشيخ عبد الرضا معاش في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت النجف الأشرف إن شاء الله، وإن شاء الله نقول مستقبلا بتوقيت دولة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الختام، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلى حلقة الأسبوع القادم أحبة المشاهدين، نلتقيكم في أمان الله وحفظه. سلامي للحبيب بهجة نوايا، سلامه يا العطور والوان وزهار، سلامه يا الغروب ورجعة طيار.